السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مرة أخرى في فيديو جديد. كنتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، دائما في إطار تحضيرات رمضان. اليوم جيت إن شاء الله نتقاسم معكم طريقتي في إعداد الشباكية. كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي شيشة ومعلكة، صراحة كتجي بنينة. بقاو معايا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. انا غادي نستعمل المقادير ديال كيلو ديال الطحين. هنا خديت كيلو ديال الطحين الابيض الفورص، خديت معاه كاس عامر ما بين زنجلان واللوز مطحوني. هذاك الكاس كيوزن 1.5 ديال كاس العنبه. هنا خديت معلقه كبيره ديال النافع مطحون ومحكوك معاه شويه ديال الكوزه. هنا نص معلقه كبيره ديال القرفه، ممكن تزيدوا شويه الا بغيتوا، كتبقى على حسب الذوق. غادي ناخذ كيس ديال خميره الحلويات ديال 8 غرام. ممكن تستعملوا شويه ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، ولكن البنات اللي يدها ثقيله شويه في الشباكيه من الاحسن ما تستعملش الخميره. غادي نمزج هذوك المكونات مع الطحين. غنزيد جوج معالق ديال الخل. انا استعملت الخل الابيض، ممكن تستعملوا اي خل عندكم. هنا عندي كاس عامر ما بين الزبدة مذوبة والزيت النباتية، نص ديال الزبدة مذوبة ونص ديال الزيت النباتية، كيكونوا دافين. وكنخلطهم مزيان مع الطحين. كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل، هذا كنحاول ندخل هذاك الزبدة في الطحين مزيان. من بعد غادي نزيد هنايا عندي كأس إلا ربع ديال ماء الزهر، دافي دفيته من قبل. ممكن تجمعوا الماء الزهر مع الماء وتدفيوهم في واحد الكاسرونه. انا دفيتهم كل واحد بوحده في الميكرويف. هنا غادي نبقى نضيف الماء الدافي حتى غادي نجمع الخليط ديالي. غادي نزيد واحد القبيصه ديال الملح، ممكن تزيدوها في الاول. صافي، غادي نستمر نزيد الماء ونعجن، نجمع الخليط ونحاول ندلكها. غادي تكون العجينه على هذا الشكل، هذا ما تكونش هشيشه بزاف، يعني تكون شويه شاده راسها. عند نقسم العجين ديالي على 8 ديال الاطراف، وغادي نشكلهم على شكل كويرات كيف ما كتشوفوا. وغنديرهم في كيس، كيس يكون نظيف باش ما يقصاحوش لينا. غناخد اول كره درتها، نبدا نسرحها على هذا الشكل، هذا كيف ما كتشوفوا. ما غاديش نسرح مزيان، يعني غادي نشكلهم هكا على شكل مسمنه كاملين. نبقى ندير وحده من ورا وحده حتى نكمل هذوك الكويرات اللي عندي كاملين. انا سرعت الفيديو شويه باش ما يجيكمش الفيديو طويل وتملوا. صافي، غناخد اول مربع شكل، وغادي نستعمل شويه ديال المايزينا ونبدا نسرح العجين على هذا الشكل، هذا كيف ما كتشوفوا. اللي عنده الوراقه ممكن نستعملها من الاحسن. انا غادي نستعمل غير المدلك ونحاول نورق هذيك العجينه ديالي. صافي، هنا من بعد ما ورقتها مزيان كتكون على هذا الشكل، هذا غادي نحاول نحيد هذوك الجوانب الزائده ونشكل مربع يكون مقاد. وهذاك المربع غادي نشكله على شكل مستطيلات. لهذا الشكل هذا. وكل مستطيل غندير فيه 5 شرطات كيف ما كتشوفوا. انا غادي ندير هذاك التشبيكه العاديه اللي التقليديه اللي كنعرفوا ديال زمان، اللي كانوا كيديروها الامهات ديالنا لهذا الشكل هذا.
صافي كناخذ نجيب قنت عند قنت وغادي نهزها وندورها للجهه الاخرى. كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل سهله، يعني الا تبع الواحد هذه الخطوات راه غادي يتعلم ليها بسرعه. غنعاود معكم وحده اخرى. كنحاول هذوك الاشرطه كيشكلوا لنا 6 ديال الاشرطه، غادي نحاول نتنيهم على بعضياتهم على 3. كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، هذا تشبيكه سهله يعني ما صعيباش، وكاينين بزاف ديال الانواع ديال التشباك ديال الشباكيه. كيف ما قلت لكم انا استعملت التشبيكه التقليديه اللي كنعرفوها من زمان وهي المعتمده عندي. غنستمروا نكملوا العجين ديالنا كامل، انا كنشكلهم وكنحطهم في واحد لاطا حدايا. نستمر حتى نكمل العجينه كامله، عاد غادي نبدا نقليهم. صافي من بعد ما غادي نكملهم كاملين غادي ندير واحد الحمام ديال الزيت نخليه حتى يسخن، ونبدا نحط الحبات ديال الشباكيه ديالنا باش يتقلاو. ما نحاولوا ما تكونش النار مجهده بزاف باش ماشي الشباكيه تطيب غير من الفوق وتبقى معجنه من الداخل، تكون نار متوسطه كتجي على هذا الشكل هذا. من بعد ما تقلات كنحطها ديريكت في العسل، يعني خاص العسل يكون بارد والشباكيه تكون سخونه من الزيت ديريكت للعسل باش تشرب هذاك العسل. بعد ما حيت القليه الاولى غادي نحط القليه الثانيه، وغادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكملهم كاملين. هنايا هذه هي القليه الاولى حطيتها في العسل. كيف ما كتشوفوا كنحاول ننزل الشباكيه باش تشرب العسل. هاد العسل هذا راه صيبته في الدار، غادي نخلي لكم رابط في صندوق الوصف. صافي من بعد كنحيدهم من العسل نديرهم في واحد المصفات وندير لهم شويه زنجلان، وكنستمروا حتى نكملوا الكميه كامله. هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه، كيجي على هذا الشكل هذا. صراحه كتجي هشيشه ومعلكه وشاربه العسل. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. وهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى لكم إن شاء الله رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتوا إن شاء الله يا رب. نتلقى إن شاء الله في وصفة جديدة وفي فيديو جديد. بسلام عليكم.